قرية التسلية تظاهرة ترفيهية في طبعتها الأولى افتتحت فعاليتها بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بأعالي العاصمة لاستقبال العائلات العاصمية المتعطشة لمثل هذه التظاهرات وسط جو بهيج. فيها يعني 9 فضاءات وكل فضاء متخصص يعني حسب يعني العمر تاع الطفل وفضاءات مختلفة بالنسبة للتسلية. فيها يعني على سبيل المثال فيها فضاءات يعني اللي رانا فيه هو الفضاء المائي، فيه مسابح يعني بالنسبة للأطفال اللي تراوح أعمارهم ما بين 3-4 حتى يعني 12-14 سنة. فيه تاني يعني فضاءات سينمائية بالنسبة للنفدي، هناك فضاء النفدي اللي فيه يحتوي على 50 مقعد، وفضاءات خارجية يعني دي سينما وبلانير. طبعا هذه التظاهره راح تمتد الى غايه اواخر اوت، وتوقيت يكون من 6 تاع العشيه حتى 1 صباحا. اما بالنسبه طبعا هذا يكون تحت اشراف وزير الشباب والرياضه وبرعايه فخامه رئيس الجمهوريه. المبادرة سخرت لها أحدث التقنيات كقاعة العرض المتعددة الأبعاد. السينما هذه حاجة جديدة، الأولانية في الجزائر بهذه ليزوبسيون اللي فيها. عندك فيها حاجة مليحة، عندك لي بروجيكسيون اونتر 5 مينوت حتى ل 10 مينوت، كاين دي بروجيكسيون بور انفون، كاين دي بروجيكسيون بور ادولت، واللي راه حاب يسييها ولا حاب يديكوفري لا نف دي هادي يجي لهنا 5 جويليه مرحبا به. عجبتني باسكو نحس روحي بلي نعيش في هاد الفيلم اللي راني نشوف فيه مع هاد لي لونات اللي راني نشوف بهم، نشوف بلي هم قدامي العفسه وكيطرشونا بهذاك الماء وكاع قوشي نحس روحي بلي راني داخل هذاك الماء ولا تاثرت، حسيت روحي راني معاهم راني عايش في الفيلم. طاح علينا الماء يبدي يزغدوا بك هكذا الكراسه، يعطونا ديلينات هكذا يديروهم يشوفوا الفيلم شغل رانا عايشينه. الاطفال بدورهم وجدوا ظلتهم في قريه التسليه هاته. لابيسين هايله في 5 جويه من 6 حتى الوحده، استمتعنا بزاف وعرفنا ما عرفنا ونفوق فوق الماء. كتر خيركم فرحتوا الكل اطفال الصغار، عيدكم مبارك. اول مره داروها هنا في الجزائر يعطيكم الصحه. كاين روح السنجوي. استحسن سكان العاصمة مبادرة وزارة الشباب والرياضة وهم يأملون لو تتعمم لتشمل كل ولايات الوطن.